كاين بزاف ديال المصادر ولكن نقدر نطرح سؤال باش نجاوب على هذا هذا السؤال ديالك جيهان دونك شنو اللي كيخلي الولاد الصغار يبغوا يلعبوا دائما شنو اللي كيبغي يخليهم يلعبوا وما كيعياوش من اللعب حتى يتروف دو بليزير في اللعب كي لو بليزير المتعه هو لو مو كلي في هذا الجواب ديالك ايمان دونك نقدر نقول بان لو بليزير هو لو موتور ديال 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 هاد الوليدات في هاد لاكستيفيتي هذه شنو اللي كيخلي هاد الوليدات يحسوا بلو بليزيغ حيت كيبغيو هذاك هذاك اللعب نقدر نبغيو شي حاجه وما نحسوش فورسيمون بليزيغ اون فيت بيكن لان كيتجمعوا جوج ديال الحوايج انك جوستمون كتبغي داكشي ولكن في نفس الوقت واخا كتحرك فيه عقلك حاجه ما كتضركش كتفكر مي اون ميم طون شي حاجه اللي كتعجبك واش ما لاحظتوش بان مثلا واحد الوليد مثلا فاش كنهديو له ان جوي كيكون فرحان في الاول ومن بعد كيعاود يحطو واخا كيلكو زور ولا كيلكو جور دونك شنو اللي كيخلي لو يكون بريزون ويدوم كتكون شي حاجه جديده شي حاجه اكسيتانت جديد دونك فوالا حنايا ك ك انسان وهاد المساله موجوده عند الحيوانات بيان سور كنبغيو تكون الامور فيها د لا وفيها شويه ديال عنصر الاثاره والتجديد علاش باش كتخدم القدره ديالنا على الابتكار وعلى الاختراع وعلى الابداع <applause> إذن إذا إيه شدينا هاد المعلومة هادي على الإنسان بطريقة بطريقة عامة وغنطبقوها في ميدان الخدمة كيفاش الإنسان غيرتاح في الخدمة ديالو كل نهار ويجي فرحان وباغي يخدم إلا كان لو كونتكست دو ترافاي جوستومون أوتوريز لوتيزاسيون ديال l'intelligence لانتيليجونس هادي <محن> و كونت اسك اون بو لوتيليزي إلا كانت عندنا مثلا في الخدمة وهنا غنجاوب على جيهان إلا كانت عندنا في الخدمة اون travail دو ترافاي dire لا فيزيون ديال اللي كيسير ولا مدير الاعمال ولا الشركه ولا لو ولا هذا ولا ولا الديريكتور ديال واحد الوزاره ولا اداره اذا كان هو منفتح اذا كانت عنده اون فيزيون كبيره اللي كتدمج جميع الموظفين ولا جميع الاجراء الى عندنا في الخدمه ديالنا شي حاجه اللي كتعجبنا سيدي ملي كنسول الانسان كنقول له علاش انت فرحان بالخدمه الخدمه ولا علاش مرتاح في الخدمه يعطيك واحد الجواب انا في الصباح فاش كنا وجدنا هاد ليميسيون سميتو كنا كنسولو شنو اللي عندكم هنا كيعجبكم لومبيونس <applause> دونك <applause>